ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله، شوفوا العاصفة اللي ضربت جمع الفناء بمراكش. أمام دهشة الجميع تداولت العديد من الصفحات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر ما وقع بالساحة العالمية لجمع الفناء بعدما هبت رياح قوية جدا واقتلعت كل ما يوجد بالساحة، حيث لوحظت المظلات تتطاير في السماء والكل اندهش وحاول الفرار من قوة الرياح التي أرعبت الجميع، في حين حاول الباعة جمع سلعهم المعروضة قبل أن تحملها الرياح وتذهب بها بعيدا. ومن جانبهم أصحاب المقاهي لم يدركوا ما يقع، حيث حاولوا الإمساك بالمظلات المثبتة أمام المقاهي، وكذلك السياح الأجانب حاولوا الفرار والنجاة بجلدهم إلى مكان آمن. Look at that.